أنا هو بقي 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 متمن مجيد المروكي فيقني في الصباح قلت لي فيه قلت لي مال قال لي راني غادي عند البارلي فرونسي قلت لي علاش قال لي كاين شي مظاهرة وقال لي من تما بغا ياخذ يستغل الفرصة باش يشوف ديك صاحبته الحاجة بيلا ايوا سيدي ايوا فيقني وصيفط لي الفيديو تيبان لي ديك الحاجة بيلا بكذا تشطح في الماء تدرق ايوا دوك ولاد القحام دوك ولاد العسكر ديال الجزائر لي ولدوهم مع دوك المنفصلات اللي في المخيمة ديال تيندوف ولادهم هما دابا الحجمة الجزائر ما تعطيهمش الباسبورات وهادوك اسمهم هذيك دوك البوليساريو ديك الدولة الوهمية ديك ولاد القحام ما عندهمش الباسبورات تيعولوا على الدول الصديقة والشقيقة ايوا الشقيقة القذافي مشى وقال شقيقة زبيت مدي ايوا دابا ديتي كني تركلو فوق واحد ما عرفت الساقة ماشي داكشي ايوا سيدي واش ديال شي هادو كلهم ولاد ما قلتش لهم ولاد القحاب لانهم ولاد ضحايا ديال التحرش العسكر الجزائري القحاب تيتحرشوا عليهم ونكحوهم وهادو هما ولادهم دابا هادو تيتي مرة تينوضو يدورو الفوضى قدام السفارات المغربية ساعة اليوم خرجت فيهم الجالية اي الجالية خرجو عطاهم ولكن هما الجالية هاد الجالية اللي تي هادوك ولاد القحاب ديال الحكومة الفاسدة ديال السلطان اللي تيتهموهم بالانفصاليين ايوا اليوم تنسمع فيهم تيقولوا المغرب مغربنا والملك ملكنا والصحراء صحراؤنا وما قالوش حكومتنا ايوا وهادو تقولوا نتوما انفصاليين لان ملي تيتكلموا تقولوا تهموهم انفصالي باغي ولاد القحاب ما كاين انفصالي قدكم نتوما هاد الحكومه وهاد الوزاره ولاد القحاب الذين يمثلون علينا في القرقرات القرقرات واش يقول لا شوف الجاليه وفينا هو داك رئيس المجلس الوطني ديال الجاليه داك ولد القحبه هذاك بوصوفه اللي صوف في المنصب ديالو فينا هو هذا ما شفناش تقلب عليه تما في ديك مع ديك الجاليه ما بانش ليا وفينا هي ديك الشرموطه لا بوتانا نازيها الوافي فينا هي لك هي الوزيره الجاليه فينا هي فينا هما هادو هاد القحابي تياخذوا الاموال كثيره من العروق ديال المغاربه فهمتي من القهوه اللي تنشربوا بلا نشرب القهوه بحال والو الله فينا هما شكون اللي عامل بالمظاهرات يعمل مظاهره في اسبانيا وفي فرنسا وتيحججوا باسم المغرب وبالرايه المغربيه الجاليه ولي كنا عولنا عليكم نتوما يا ولاد القحاب يا هاد السياسيين الفاسدين يا ولاد القحاب فيكم تعرفون غتصوروا عباد الله وتهموا الجاليه وديروا هذا وذا وتنصبوا علينا بالممثلين ديالكم تنصبوا علينا في الاملاك تنصبوا علينا في العقارات ديالنا ها هما اليوم شوف جات عم شحال من الفيديو جاني من المراسلين ديالنا في انحاء وفي في في بالي فرونسي هادو سيتوني التصاور سيتوني الفيديوهات المغاربه والحاجه بيلا بيناتهم بكذا الضارب تاعي بغات تبارك الله عليها ساعه قلت ما تجيبوش معك خليها تما ايوا دابا انايا داك علينا بهاد الادارات الوزير المنتدب ديال الجاليه الرئيس المجلس الملكي ديال الجاليه ايوا هذا بوصفه تصرف الاموال غير مع ريافه ها هو في المانيا ها هو في بلجيكا ها هو في هولندا تيمشي عندهم هادو عندهم الناس يخدموا جوا الفلوس وتيبغيو انفيستيو في الماروك تقول لهم ما تخافوش انا فلوسكم نعطيهم لكم الدرهم وانتم عطيوني داك اليورو باش
هادشي حفت هو. واش عباد الله رئيس مجلس بلدي وعمر مترشح في الانتخابات باقي تما تقول من الملك اللي حطني؟ معلوم ما حطك يا ولد القحبان، داك بحالك بحال كولي غليظ، راه خصك البوجي باش نحطوك ولا بوجي باش نهزوك. ما حشمتيش، صوفتي بوصوفا صوفا في 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 مالك الاداره ديالو، صول ناط فيك الصوف الفونغي عرفت شنو الفونغي؟ الفونغي ناط فيك. واد واد الوزيره هادي اللي بكات مره ديال مبدل الفولار وتبين التليفون ديالها والصاك ديالها ايميتاسيون. شتي هادو ما هاد، انا قلت لكم الباح كنت ساعي ما ساعيش. الباح قلت لكم هاد الوزيره وهاد رئيس المجلس الجاليه ما عندنا با نديرهم هادوك الفلوس اللي تنصرفوا عليهم يصرفوهم على التلاميذ في البوالي يبنوا لهم مدارس ويقريوهم. انا ما فيش بالنهار، لان بالنهار كل مية الله يلا تن 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 حيد اسمه شنو هو؟ علاش سموه الثمن؟ علاش ما سموهش الربع؟ ما عرف كيفاش سموه الثمن. فسروا لي الله يحبه. ايوا سيدي اليوم البرهان بان انتوما تقولوا جاليه انفصاليين تنحردوا على الساده على المؤسسات المغربيه. ما كاينش اللي تيحرض على المغربيه. قلت لكم انتم يا ولاد القحاب يا الشفاره تشفروا اموال الدوله تتعطيكم الخزينه المغربي. فين جات الخزينه؟ لهيه في الرباط. الخزينه تعطيكم الفلوس في الدار البيضاء، الخزينه تعطيكم الاموال باش تصرفوها على المشاريع عباد الله، على المراحيض المرافق العموميه. فين يخراو الناس حاجاكم ولا فين يبولوا؟ لانك انت ما عندكش ديك التربيه تخرى بارك في الكرسي. لا، لان ديما كبرتي في العروبيه وعندك عقليه عروبيه. ما تخمش بان المرحاض هو الاول باش خصك تبدا تبني وراء تبني عليه بالمرحاض. المرحاض الا كان واحد ما مرتاحش ملي يكون يخرى عمرو ما يكونسونطري على الخدمه ديالو. فلهذا نرجعوا للموضوع ديال الجاليه الانفصاليين تتهمونهم بالانفصاليه. واليوم ها هو في باريس يكبارلي فرونسي نوضين، رغم ان القانون الفرنسي الجديد اللي بغى يطبقوه على الفرنسيين قالوا لهم ما تصوروش البوليس اذا كانوا تيسلخوا الاجانب العوازه. هذا القانون بحال القانون ديال المغرب. هذا ولد حرام، هذا اللي ماشي هذاك ولدك الشارفه. قال لهم القانون الجديد ممنوع تصور البوليسي اذا كان تيسلخ شي واحد، كيما داروا داك البرودوسر هذاك الكحل في الاستديو ديال دخلوا عليه قالوا لي دير الماسك في الاستديو. ولاد القحاب البوليس الفرنسي نعلت الله وعليكم، كيف تقول بالفرنساويه ما عليناش، الله وعليكم. الله يحفظ ميقولوها مع الجاليه تاين تما. أنا نقول لك يا داك بوصوفة فينك دا باريس فينك؟ واش عارف بلي هادشي اللي وقع اليوم؟ لا ما عارفش، لأنك ما ضرب في الحساب. والوزيرة المنتدبة تاع الجالية فينك؟ راك في شي عرس ولا مريحة مع شي واحد في شي أوتيل عندك يصوروك؟ ما عليناش، فهمتي كيفاش القضية؟ خوتنا المغاربة هانتوما تشوفوا دابا تتهموا الجالية، تتهمونا بالانفصاليين. أنا هو المنفصل الوحيد اللي كيف الجالية، أنا انفصالي منفصل عنصري، أقولها وأعيدها وأتحمله مسؤوليتها. أنا لا تعرف بأنني انفصالي، أنا باغي الدار البيضاء تولي إمارات ندوروها بالحيط ندوروها بالحيط، نوليو حنايا مستقلين على عباد الله كلهم. الحكم الذاتي تنحكموا على بعضياتنا، بقى نحكم على دول اخر يحكم عليا والاخر يحكم عليا نوض السيبه ما عليناش. والله العظيم تضحكوا علينا يا ولاد القحاب، باكين تضربوا الاموال غير الفلاشه هما اللي ضاربين فلوسهم. ذاك الفلاشه ديال فاس مكناس هذاك داك بوانو قال لهم كان عسكري تقوي انت العسكريه كاع، وهذاك ولد الحرام الباه اللي قال لك بغي يرجع مدينه قليطرة باش المغاربه يوليو حاسدين عليها. يا ولد الحرام كلتي الرمله
هرستي الترانسبور حيتي نخل من الارض، نخل حياتي من الارض، اختي الاراضي ديال المخزن وبعتي وشريتي فيها. ها هي داك الرباح يا داك هالف كاست ودوزتي الفلوس كندا مع بنتك، ودابا راك عاد تابعينك في الحكم وما بغيتش تستقل، تابعينك في الحكم وما بغيتش تستقل لانك في حكومه فاسده يتراسها فاسد من الانزقان، من الانزقان اللي عمل لهم سوق الثلاث بدون مراحل. قال لك هذاك اسمه وكيل غادي يرد على داك رئيس المجلس اللي خرج بواحد التصريح اليوم، غادي يرد عليه في العشيه لان ما عنديش الوقت دابا اللي غنمشي دابا، غادي نمشي نكمل الخدمه يعني با. يعني بالنهار المراه حاكمه عليا تقول دير هادي ودير هادي ودير هادي ودير هادي، ما تخلينيش نوقف البرك. الله ما عرفوش واقف انتم، انتم تشوفوني لابس التونيا انتم زعما كي راني صباغ، انا ما صباغ ما والو، غير الصباغ بلا عشر صباغ طلعت عليا. تحية تحية الإخوان الجالية، الجالية المغربية اللي كاينة في باريس اللي قاموا باليوم بهذا الرد على ذوك القحاب. ما تديوهاش عليهم هذوك، راه ولاد 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 الفساد هذوك، ماشي ولاد الفساد، ولاد نتيجة الاغتصاب، لأن أمهاتهم اغتصبوهم الجيش الجزائري وهذا ولدهم دابا مساكن ولا مرتزقة، ما عندهم لا ما عندهم لا وطن، الله عليك سميلو، ما عندهم لا وطن لا باسبور لا والو. ودابا راه تشوفهم تيجريوها هما في اسبانيا هما في فرنسا هما في بلجيكا، هذوك مرتزقة ما عندهم. وفينك يا داك اسمو اسمو داك الصحفي الليلي، يا داك رضا الليلي، وفينك دابا؟ نوض نوض علق علينا وقول لنا، قول لنا الصراحة، شوف داكشي اللي شتيه وقولوا لنا، ما تكذبش علينا. ها نوض يا 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 باع يا باع يا باع باع فاقين با 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 بعتي شخصيتك. ها نوض نوض تكلم معاك، الناس يحترموك على الاخر. وقيلا دابا انت وليتي بحالهم، لا وطن لا مرا لا والو. ها بالك ليك فرنسا، ها سير تبع لي البوليساريو، سير 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 دبرك شي شي صحراويه وبدتني كفيها بما تجيبوش. ها ما عليناش باش في سوقنا، فلهذا غنودعكم نخليكم، انا نمشي دابا نكمل الخدمه ديالي قبل ما تجري عليا مدام. ها هو هذا تحية الانفصالي المغاربة اللي كاينين في فرنسا، لأن هادو تدافعوا على الوطن 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 يا ولاد القحاب. ما سمعش اسم الحكومة، أنا سمع غير الملك والصحراء والراية المغربية. يا ولاد القحاب، يا الحكومة الفاسدة، يا رؤساء الأحزاب، نعادة الله وعليكم. أشنو اليوم؟ اليوم الأحد، النايم أوف ذا جولدن